ضمن خطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة وبرنامجها التنفيذي لمكتب المعلوماتية والتقانة المركزية، اختتمت فعاليات المسابقة الوطنية العلمية للمبدعين الشباب. نحن اليوم كان هو عبارة عن مسابقة أجد على مستوى الوحدات والروابط والفروع، والهلأ احنا بمحافظة حلب برحاب جامعة حلب تم إنجازها على مستوى المركز. أكيد في خطوة لتنفيذ هالمشاريع على أرض الواقع. شفنا مشاريع و أفكار من شبابنا قادرة على تغيير المجتمع، قادرة على خدمة المجتمع، قادرة لأن تكون مشاريع تنافس المستوى العربي والعالمي. هناك بعض المشاريع سنعمل على الاستفادة منها للصناعات المحلية والحصول على براءة اختراع وحماية ملكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. المسابقة التي استمرت لثلاثة أيام في جامعة حلب تضمنت عرضا للمشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجان تحكيم مختصة. طبعا أنا مشروع محرك ستيرلينج بيعمل بمبدأ قانون كارلو، الفرق الحراري بين المنبع الساخن والمنبع البارد، بيقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى حركي ومن حركي إلى كهربائي. مقدم مشروع عصر مساعدة المكفوفين لحتى أقدر أنه ساعد المكفوف أنه بحيث يضل يعني انه يحس حاله بالواقع. مشروعي طرنس الحام بادوات بسيطه، نوفر مواد وتكلفه اقل. اختراع رافعه بتحمل 400 كيلو بدون زيت، هي ضاغط بس بدون زيت ميكانيكيه. مشروعي هو حساس حركه، بس يقرب شخص من الحساس فورا بيتنبه الحساس وبيعطي اشاره. نحن فينا نركبه على باب المول او اي باب، مثلا باب المول وقت بنركبه عليه لهذا الحساس بس يقترب شخص منه بيفتح تلقائيا. هاي المشاريع كتير ضروريه وخصوصي بظروفنا نحن مشان نقوي الصناعه الوطنيه تبعتنا ونتجنب الاستيراد. عم نحاول نبني شيء ما حد اخترعه عشان نبني الوطن فيه. مسابقة حققت أهمية كبيرة عبر نشر ثقافة الإبداع وإعداد جيل من الشباب السوري المتميز، كونها محطة مهمة لتشجيع المبدعين والمخترعين وتحفيزهم على مواصلة جهودهم العلمية وتطوير اختراعاتهم. هي خطوة تأتي لصقل المواهب الشابة ووضع إمكانياتها في خدمة التنمية. وليد هنائج، الإخبارية السورية، حلب.